كان هناك مقطع لأحد الفضلاء من الناس، رجل أسيف ذو لحية بيضاء، ويقول: أما بالنسبة للدعاء اللهم لا تحوجني لأحد، يقول: لا تدعو به فإنه لا يجوز. نقول: لا يجوز. من قال لا يجوز؟ والدليل قال صلى الله عليه وسلم لعلي لما أتاه لكي يسأله في قضاء دين، قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ ما لو قلته قضى الله ما عليك من الدين ولكان مثل جبل صير. قال: بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. وجه الدلالة هنا: واغنيني بفضلك عمن ايش؟ عمن سواك. واغنيني بفضلك عمن سواك. فلا مانع من ذلك، وهذا هو الافضل. الانسان لا يسأل احد. لكن هل مساله الناس ممنوعه؟ لا، ليست ممنوعه. مساله الناس ليست ممنوعه. الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات. لا تقطعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. كم مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أماتوا. وكم في الأرض من فتن تقضى عليهم وتقطع على أيديهم للناس حاجاته، فما في مانع. نعم.